الصعيد العالمي تذهب للري. نحتاج المياه لصنع الطعام، والزراعة تحتاج إلى كميات هائلة من المياه. الماوس يصبح الذهب الجديد. حقيقة تدهور أوضاع المياه تتعارض مع الرغبة في النمو الاقتصادي. لطالما عرفنا أن المياه متوفرة بكثرة، لكن أزمة المناخ تغير ذلك. المياه تنفد في هذه المنطقة بسرعة كبيرة. أنا على الميكروفون متصل، الصوت يصير أقوى، الصوت أقوى. نشوف جهة الميتنج، هذه جهة الميتنج محل ما أرسلنا الرابط، وهنا استقبلت الرابط لأني مسجل في المجموعة اللي جات فيها أو جاء فيها الرابط. طبعا مجموعة فريق جاكتي، ضغطنا الرابط أطلب الالتحاق. طبعا الميتنج هي الوركشوب أو ورشة العمل. هنا جاء الطلب، هنا طبعا مدير ورشة العمل بيعمل قبول. فأصبح فيه اثنين، طبعا نلغي ده، هذه الصورة للي طلب الالتحاق. الكاميرا ما بتشتغل بس الصوت شغال. هنا اللي طلب الالتحاق أحد أعضاء الفريق، هؤلاء الفريق هم شريف وأحمد سراج وائل رئيس التحرير والدكتور وليد، هنا المهندس شريف، هنا رئيس التحرير أحمد سراج الخبير من جدة، وهنا رئيس التحرير من مصر لمجلة جاد ماجازين الصوتية. طبعا الآن نحن بنسجل في الباوربوينت، لكن حنبدأ نسجل في الميتنج.
هنا هنبدأ التسجيل ريكوردينج. ستارت ريكوردينج. الآن بدأ التسجيل في الميتنج. الآن في تسجيل من موقع الميتنج. طبعا مكتوب الاسم انجينير عادل الأنصاري. فهذا أيضا يو، لكن عشان نقفل الكاميرا فهذا اللي بستقبله أنا اللي طلب الالتحاق بالميتنج من الواتساب. هنا نقدر طبعا اللي بيتكلم الآن بيتسجل صوت. الآن عندنا تسجيلين، بدأ من الآن تسجيل في البرنامج جوجل ميت، وتسجيل سبقه في الباوربوينت. هذا نعرف هذا، لكن هذه المعلومة لا تصل إلى مخططي المدن ولا إلى المسؤولين المنتخبين ولا إلى المحافظين. أصبحت التكاليف أعلى ولم نحصل على أي أموال. يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وقلة توافر المياه إلى تدهور المحاصيل، لذا يسقط المزيد من المزارعين في روبنغار في ولاية البونجاب ضحية للديون ويأخذون قروضا لا من جدة، وهنا رئيس التحرير من مصر لمجلة جاد ماجازين الصوتية. طبعا الآن نحن بنسجل في الباوربوينت، لكن حنبدأ نسجل في الميتنج. هنا هنبدأ التسجيل ريكوردينج. ستارت ريكوردينج. الآن بدأ التسجيل في الميتنج. الآن في تسجيل من موقع الميتنج.
طبعا مكتوب الاسم انجينير عادل الانصاري. فهذا ايضا يوم، لكن عشان نقفل الكاميرا فهذا اللي بستقبله انا اللي طلب الالتحاق بالميتنج من الواتساب. هنا نقدر طبعا اللي بيتكلم الان بيتسجل صوت. الان عندنا تسجيلين، بدأ من الان تسجيل في البرنامج جوجل ميت، وتسجيل سبقه في الباوربوينت. هذا التسجيل في الباوربوينت الان مرفوع في جوجل درايف تابع لي الوركشوب. اليوم يبقى ندخل على The Power أو the Pioneer Tournament. نروح على Pioneer Tournament. هذه هي باينير تورنمنت. باينير فنبدأ get started. فنعمل sign up. ندخل الإيميل، mch-smart أو ندخل engineer. طبعا هنا بنكتشف الإيميل نسيناه. المفروض أنا أعطيت الإيميل والباسورد.
سنحصل على المال من أجله ولم تكن لدينا أي فكرة أنه سينهي حياته في اليوم التالي. المدينة تشعر بالحزن على العائلة، ولكن بالنسبة للبنك فالعمل يستمر. في اليوم التالي لوفاة والدنا اتصل بنا البنك، ومنذ ذلك الحين وهم يتصلون بنا يوميا ويطالبوننا بتسديد الديون في أسرع وقت ممكن، وهددوا بالاستيلاء على المزرعة في حال عدم السداد. لم أكن أعلم بديونه حتى انتحاره. هذه هي بايو تيرمنت، هذه هنبدا جيت ستارتد. فنعمل ساين اب، ندخل الإيميل، mch smart، أو ندخل engineer. طبعا هنا بنكتشف الإيميل نسينا، المفروض أنا أعطيت الإيميل والباسورد. كيف نعرف الإيميل؟ نروح لـ Setting، هنا لو شغلنا الكابشن باللغة الإنجليزية، يصير لما أكتب إنجليزي الأوديو لكن نحن نعرف الإيميل. هنا الاثنين اللي موجودين في الميتنج، ده واحد وده واحد، سيرش اوف بيبل.
زلنا نبحث عن إيميل. نذهب إلى هنا، هذا هو TCXIL 55000. نرجع الآن بشكل مستدام أو إعادة استخدام المياه في الري أو إيجاد حلول تقنية. وقد اضطروا مثلا لتقييد الاستخدام التجاري للمياه. هل ستؤثر بيانات ناسا الجديدة على قرارات مدير المنطقة ينس بوتر المستقبلية بشأن تصاريح حقوق المياه؟ قدمنا له نسخة من نتائج تحليل البيانات. نعم، أعتقد أنه عندما نتحدث عن الأطر الزمنية وعن وجهات النظر، فعلينا الاستفادة من أحدث الإمكانيات التقنية. إذا كان شيء مثل هذا متاحاً، فيجب تضمينه. وبالطبع يمكن بالفعل أن يؤدي إلى إعادة مراجعة أو إعادة توجيه. من المحبط للناشطة مريان تيمسفيلد أن الاحتباس الحراري يتقدم بوتيرة أسرع من استجابة السياسيين والمشرعين والمجتمع. هنا الاثنين اللي موجودين في الميتنج، ده واحد وده واحد. سيرش اوف بيبل. طبعا ما زلنا نبحث عن الإيميل.
نذهب إلى هنا، هذا هو TCXIL 55000. نرجع الآن إلى هذه الشاشة، ندخل الإيميل الجرير عادل TCXIL55000. نشوف طبعا already taken. Okay. ندخل الباسورد، جينا الآن طلب مننا سيف، فهذه The Pioneer Tournament، منصة The Pioneer Tournament، فطلب الـ First Name، ندخل الـ First Name. Mail Saudi Arabia your project. هنا تكتب عن المشروع في 140 حرف، يعني ما يزيد، لو زاد ما يقبل. نبدأ، يعني أنا أكتب اسم المشروع أو هذا أعبي هذا الفراغ ثم أوقف التسجيل. فقلنا اسم المشروع نخليه LBEBL طبعا هنا شركة كوكاكولا للحصول على تصريح لا يزال معلقا، ثم جاء النبأ المفاجئ حيث أعلنت شركة كوكاكولا أنها ستعلق مشروعها الخاص ببئر ثالثة في الوقت الحالي. فالطلب على المياه المعدنية ليس بالحجم المأمول، ولا تزال البئر محمية بغطاء اسمنتي، لكن لم يتم تفكيكها بعد، غير أن مريان تمسفيل
جينا الآن طلب مننا سيف، فهذه The Pioneer Tournament، منصة The Pioneer Tournament، فطلب الفيرست نيم، ندخل الفيرست نيم، هنا عادل البير ديت 09 15 1958 ميل سعودي عربيا يور بروجكت. هنا تكتب عن المشروع في 140 حرف يعني ما يزيد، لو زاد ما يقبل. نبدأ، يعني أنا أكتب اسم المشروع أو هذا، أعبي هذا الفراغ ثم أوقف التسجيل. فقلنا اسم المشروع نخليه ال بي اي بي ال اب. طبعا هنا بيقول لنا اسم المشروع انه لا يتجاوز عدد الحروف، خلصنا احنا باقي لنا 129 حرف. فالآن ولازم كمان المشروع ينعرف لكل الناس، يعني بسيط جدا. فنحن قلنا الاسم LBEBL، والآن نقول معنى هو Lost Big equal big lost. هنا كده الآن معانا 100 حرف نجي نقول equation for every thing. طبعا equation لانه فيه معادل، نجي نقول lost is time or lost in time. عندنا big is amount measured، وعندنا equal
الاقتصادي. لطالما عرفنا أن المياه متوفرة بكثرة، لكن أزمة المناخ تغير ذلك. المياه تنفد في هذه المنطقة بسرعة كبيرة، نحن نعرف هذا، لكن هذه المعلومة لا تصل إلى مخططي المدن، ولا إلى المسؤولين المنتخبين، ولا إلى المحافظين. انتحر سواران سينغ، فجأة انتحاره زوجته غورديب وابنه الأصغر ساد بندر بشدة، فلقد فعل ذلك دون سابق إنذار ودون حتى أن يتحدث لعائلته عن مشاكله. هنا كده الآن معانا 100 حرف، نيجي نقول equation for every thing. طبعا إكواجن لأنه فيه معادلة، نجي نقول lost is time or lost in time وعندنا big is amount measured وعندنا equal is balance equation. هنا حددنا اسم المشروع، أو وصف المشروع. هنا طلبنا project name if you have one. هنا project website، نحط البروجكت ويب سايت، فهنا البروجكت نيم نحطه نسميه وين 1 ام 4 ماي دري.
اللي هو وين مليون فور ناين ثري. هنا البروجكت ويب سايت دوت كوم. في هذا التسجيل نوقف عند هذا الحد بالنسبة في الباوربوينت، هذا توقيف الباوربوينت. أصبحت التكاليف أعلى ولم نحصل على أي أموال. يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وقلة توافر المياه إلى تدهور المحاصيل، لذا يسقط المزيد من المزارعين في روبنادار في ولاية البونجاب ضحية للديون ويأخذون قروضا لا يمكنهم سدادها، لذا ينتحر الكثيرون مثل سواران سينغ. كان قلقا حقا بشأن القرض، حيث استمر البنك بالاتصال وكان يزداد اكتئابا. أصبح الضغط أكبر من قدرة سواران سينغ على احتماله، ولم يكن يعرف سبيلا آخر للخلاص. كنا سنحصل على المال من أجله ولم تكن لدينا أي فكرة أنه سينهي حياته في اليوم التالي. نحطه نسميه وين وان ام فور باي ثري اللي هو وين مليون
4 9 3. هنا البروجكت ويب سايت دوت كوم. في هذا التسجيل نوقف عند هذا الحد بالنسبة في الباوربوينت. هذا توقيف الباوربوينت.